وللحديث أكثر عن تطورات المشهد بعد نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق ينضم إلينا عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل، وعبر سكايب أيضا من واشنطن زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية عبد الوهاب القصاب. أبدأ معك سيد مصطفى كامل، يعني شد وجذب سيد مصطفى بين مفوضية الانتخابات ومجلس القضاء الأعلى بشأن نتائج الانتخابات، فيما أعلنت المفوضية عن النتائج قال مجلس القضاء بأنها تعجل في ذلك. السؤال هنا، لماذا تعجلت المفوضية وهل من مؤثرات مورست عليها مثلا؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام وأحيي الأستاذ القصاب انضم إلينا. الشد والجذب الذي رأيناه هذه المرة تكرر من قبل في حالات عديدة في الانتخابات الدورات الانتخابية التي جرت في العراق بعد احتلاله منذ العام 2003. الحقيقة هذا يجري لأن العراق يعني بلد لا يخضع إلى منظومة سياسية سليمة الإجراءات، ليست هناك دولة تحكمها مؤسسات، وإنما هناك سلطة، وهذه السلطة ضعيفة ومرتهنة لقرارات خارجية ومرتهنة لقوى داخلية أيضا هي تمثل هذه القرارات والأجندات الخارجية. وهذا الشد والجذب هو نوع من يعني كل طرف يحاول أن يرمي ثقل مسؤولية الانتخابات وما جرى فيها والنتائج التي خرجت بها على الطرف الآخر. لو كانت هناك دولة حقيقية ذات مؤسسات يعني لما وجدنا مثل هذا الشد والجذب الذي تفضلت بالإشارة إليه. نعم، مرة أخرى نتحدث في ذات الموضوع سيد مصطفى، ولكن نذهب إلى سؤال آخر. يعني هذا الموقف المرتعش من كل من المفوضية ومجلس القضاء، إلى أي مدى تراه أنه يظهر الواقع الحقيقي الذي يعيشه العراق، والذي يصف رئيس حكومته دوما بأنه يعيش دولة المؤسسات؟ السؤال هنا، هل هناك ما يشير إلى وجود دولة مؤسسات في حضور كل هذا الكم من السلاح والميليشيات الموجودة في العراق؟ الجميع يعرف، وأولهم الذين الضالعون في هذا المشروع الاحتلالي الذي أوجده الاحتلال الأمريكي والإيراني في العراق، يعرفون أنه لا توجد هناك دولة ولا توجد هناك مؤسسات لهذه الدولة. الذي موجود هو سلطة تحاول أن تفرض وجودها بالإرهاب وبالقمع وبالرشاوة وبالمال الفاسد الذي يحاول السياسيون من خلاله بسط نفوذهم والاستقواء على الشعب من خلاله. لا يوجد هناك بالتأكيد دولة، وادعاءات مصطفى الكاظمي أو غيره لا يمكن أن يقتنع بها أي عراقي. كما قلت، هناك قوى تتقاذف هذه المسؤولية وترمي ثقلها على الطرف الآخر. وهذا نتيجة عدم وجود دولة، ولو كانت هناك سلطات حقيقية ومؤسسات حقيقية للدولة لما رأينا مثل ذلك. سأعود إليك سيد مصطفى كامل مجددا، أرحب بك مرة أخرى يعني أستاذ عبد الوهاب القصاب. السؤال إليك هذه المرة، يعني مجلس القضاء عاد من جانبه جميع الطعون المقدمة على النتائج إلى مفوضية الانتخابات، ماذا يعني ذلك؟ تحياتي لك ولضيفك الكريم الأستاذ مصطفى وللسادة المشاهدين. أكيد الموضوع هو موضوع تخبط حقيقة، يعني تخبط واضح. يعني السلطة التي تفصل في قضايا الطعون هي السلطة القضائية، والسلطة القضائية ومثلها مجلس القضاء، ومجلس القضاء ليس له الحق التدخل في العملية الانتخابية، وإنما يعني مراقبتها والفصل فقط. وشابت هذه العملية من يعني من ناحية تقنية حقيقة كثير علامات الاستفهام على دور مجلس القضاء في هذه الانتخابات، ونرى أنه تدخل في الشأن المفوضية عندما اتهمها بالتعجل، علما أنها المفوضية أعلنت منذ فترة طويلة أنها ستقوم بإعلان نتائج الانتخابات فور انتهاء العد الآلي، وهو ما حصل، وهو ما جعل الميليشيات والكتل الممثلة لها
تشتاط غضبا وتهدد وتزبد وترعب. ثم عندما قاموا بعينات من العدل اليدوي اعلنت المفوضيه بشكل قاطع ونهائي بان نتائج العد والفرز الالي واليدوي متطابقتان، وهذا هو الذي جعل مجلس القضاء يقول بانها تعجلت، لان نعم. هنالك ضغوط واضحه حقيقه من الميليشيات واحزابها على سواء على مجلس القضاء او على المفوضيه نفسها. نعم استاذ عبد الوهاب، يعني نعم. يعني لكسب وجودك معنا وكسب الوقت أذهب إلى سؤال آخر، يعني موقف الميليشيات من اليوم الأول لإعلان نتائج الانتخابات بإنزال عناصرها ما تسبب بزعزعة الأمن وترهيب المجتمع، باعتقادك الشخصي هل يفلح ذلك كما مثلا حصل في مرات سابقة؟ هل مثل هذه التصرفات ممكن أن تأتي بنتائج على الأرض؟ الرسالة التي وصلت إلى الميليشيات هي الرفض الشعبي الكامل لهم. نعم. دعنا نرى أن الحقيقة العدد الذين صوتوا رغم أن المفوضية رفعته إلى 41%، لكن العدد الذين صوتوا فعلا كان حوالي 20 إلى 25%، ومن 20 إلى 25% أو حتى من 40% لم تحصل هذه الميليشيات إلا على أقل القليل، أقل حتى من 7 و8%. وكتلة إياد علاوي ذكرت أيضا أن المشاركين لا يتجاوزون 12% أيضا دكتور. نعم نعم، هو احنا تفضل. قلنا في أحسن نعم، في أحسن نعم. الأحوال هنالك تيرن أوت أو مشاركة بحدود 20 إلى 25%، ومن هاي ال 20 إلى 25% رغم أنهم حشدوا جميع عناصرهم الانتخابيين فلم يتمكنوا إلا تحقيق هذه الأعداد الضئيلة، يعني التكتل الذي يمثلهم هو تكتل هادي العامري لم يحصل الا على يعني اقل من 20 مقعد، 14 ولا 15 مقعد. نعم. وهذه هزيمه كبيره مقارنه بالعدد الذي حققوه في الانتخابات السابقه اللي كان يمكن حدود 45 مقعد. هذا يعني هذا الاداء هو رساله واضحه من جماهيرهم من حاضنتهم انها ترفضهم. وهذا سيجعل حقيقة من الصعوبة بمكان الالتفاف على إرادة الناس. يعني نحن نستمع إلى تسجيلات كثيرين من الناس البسطاء العاديين في الشارع عندما يقابلهم ممثلو الفضائيات يتحدثون بصراحة أنهم يرفضون هؤلاء نعم. الناس. هذه رسالة واضحة. سأعود نعم سأعود إليك مجددا أستاذ عبد الوهاب، ابق معي على أي حال. مجددا إليك أستاذ مصطفى كامل، يعني إذا كان البعض يرى في الانتخابات ونتائجها أنها مسرحية، فبما تفسر إخراجها بشكل يراه قادة الميليشيات على أنه مذل لهم بعد خسارتهم هذا العدد الكبير من المقاعد في البرلمان؟ أنا قبل أن أجيب على سؤالك بودي أن أقول أن هذه الميليشيات بدأت تهاجم المفوضية ليس من اليوم الأول لإعلان النتائج، وإنما من قبل إجراء الانتخابات، وكانت تهيئ الأجواء للقول بالقول يعني ضدها، تهيئ الأجواء ضدها بالقول أن هناك تزويرا سيحدث وأن هناك تدخلا خارجيا من بعض الدول سيحدث وإلى آخره. هذا يعني استباق من جانبهم، لأنهم أدركوا أن يعني رفض الشارع العراقي يتزايد تجاههم وما تحدث به الأستاذ القصاط قبل قليل، وبالتالي وخصوصا من حاضنتهم المباشرة، بالتالي قاموا بعملية تضليل مسبق أو حملة دعائية مضادة للمفوضية قبل أن تبدأ الانتخابات. لماذا؟ يعني هو بالتأكيد هناك قدر من التزوير وهناك قدر من التلاعب بنتائج الانتخابات، سواء فيما يتعلق بنسب المشاركة أو فيما يتعلق بأعداد الأصوات، ولكن وطبعا هو اصلا الاحتساب يتم من قبل المفوضيه بطريقه يعني غير معهوده عالميا وغير متعارف عليها، ورفضتها الامم المتحده من خلال تصريح للسيده جينين بلاسخاخ ممثله الامين العام في بغداد. هذا النظام الذي يعني قامت به المفوضيه يجري احتساب الاصوات
على عدد أو نسبة المشاركة قياسا لمن تسلم البطاقة الانتخابية وليس قياسا لمن يحق له التصويت. في كل الأحوال كما قلت هناك قدر من التزوير وهناك قدر من التلاعب، ولكن المراقبة الدولية أو الشهادات الدولية التي صدرت من فرق المراقبة سواء من الاتحاد الأوروبي أو غيره، وهناك أيضا التقارير الإعلامية التي كانت واضحة بشكل كبير لم يعني وتحدثت عن ضعف المشاركة، لم يعد هناك بالإمكان يعني إلغاء هذه التقارير أو الحديث بالضد منها. إحدى الصحفيات قالت أن ويعني ظهرت في مقطع فيديوي تتحدث عن وجود الصحفيين في مركز انتخابي بأكثر من عدد المفوتين. رويتر تحدثت بشكل متكرر، عديد من الصحف الأوروبية والأمريكية، بعثة المراقبة في الاتحاد الأوروبي تحدثت عن ذلك، الأمم المتحدة تحدثت عن نسبة مخيبة للآمال. وبالتالي مهما حصل من تزوير ومهما حصل من ادعاء، لا يمكن يعني كان نسبة المشاركة متدنية إلى الحد الذي لا يمكن الترقيع بشأنه أو يعني التزوير مهما حدث. وضحت الفكرة سيد مصطفى. من جديد إليك سيد عبد الوهاب، يعني القرار الوارد من السفارة الأمريكية بتفعيل منظومة الدفاع الصاروخية بالتزامن مع تظاهرات للميليشيات الرافضة لنتائج الانتخابات في سياق الصراع بين أو صراع النفوذ ما بين أمريكا وإيران، تعقيبك على ذلك؟ يعني اللي هو عمل إجراء وقائي، واقع الحال تلجأ إليه الأجهزة الأمنية المختصة في القنصليات وفي السفارات الأمريكية في الخارج، سواء في العراق أو في أي مكان آخر يتعرض لتهديد من نمط ما. فعملية تفعيل المنظومة، هي المنظومة لن تكون نائمة ولم تكن ميتة، المنظومة كانت بشكل أو بآخر بوضع المراقبة. كل ما هنالك رفعت درجة الاستعداد إلى الدرجة القتالية ربما العليا لكي تدافع أو تأمن الدفاع عن يعني المؤسسة أو البناية التي تشغلها السفارة الأمريكية. وحقيقة كما هو معروف دبلوماسيا دوليا، مقرات البعثات الدبلوماسيه تعد وتعتبر جزء من ارض البلد الذي يمثله او الذي يمثله العلم التي المرفوع هنالك. فاجراءه امريكي حقيقه غايه منه رفع درجه الاستعداد بمواجهه تهديدات الميليشيات التي يعني كان هنالك رجل لا ادري في مستواه، يعني يقال انه مدير عام في وزاره الثقافه، خرج علنا يهدد بان الخيار العسكري سيكون موجود وانهم حتى سيستهدفون دوله عربيه شقيقه، متهمين اياها بانها هي التي قامت بالتزوير. اذا هذا هو تخبط حقيقه، هذا هو دليل على ضحاله حتى قيادات هذه المؤسسات. واؤكد مره اخرى واقول بان هم جندوا كل من يستطيع أن يذهب لكي يصوت لهم، وهذا هؤلاء شكلوا نسبة ضئيلة جدا من الذين وصلوا إلى مكانات الانتخاب، وحصلوا على نسبة متدنية جدا، هذه هي الذي آلمتهم. المشكلة أيضا هنالك مشكلة حقيقية، يعني لو سمحت لي، يعني دور رئيس الوزراء غائب، واحدة من مؤسسات التي هي كما يقال الحشد، والحشد هو مؤسسة عسكرية تابعة للقوات المسلحة، تابعة لقيادته هو شخصيا، تتحدث الآن بالسياسة وتهدد وتحاول أن تعيد ترتيب الأوراق وتهدد بانقلاب عسكري كما يقال، والقائد العام للقوات المسلحة غائب كالعادة. نكتفي، وصلت الفكرة. وصلت هذه الفكرة سيد عبد الوهاب القصاب زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن، شكرا جزيلا لك. كما أشكرك أيضا رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.